اهلا وسهلا بيكم في قناة بحر المنوعات. النهاردة هنوريكم ازاي تغيروا الشخصية بتاعتكم على لعبة ببجي. يعني انا دلوقتي بلعب مثلا قدامكم اهو بشخصية اسمها شخصية سارة، طبعا كتير جدا من الناس القديمة عارفاها. فانت ممكن في كذا شخصية عندي تاني، اوريك ازاي تشتري شخصية جديدة، او هوريك ازاي ان انت تغير الشخصية بتاعتك في التحديث الجديد طبعا، يعني لان في ناس كتير جدا التحديث اتجننهم ومش عارفين يعملوا اي حاجة فيه بسبب التحديث الجديد. انا هوريكم طبعا مع التحديث الجديد هوريكم ازاي تغيروا الشخصيه بتاعتكم او ازاي تجيبوا شخصيه جديده. اهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تدوس على زر الاشتراك دلوقتي حالا عشان طبعا تستفاد بعد كده باي فيديو انزله، وانا كمان استفاد بالاشتراك بتاعك اللي انت موجود معايا في القناه. يلا ما تنساش تشترك في القناه زي ما قلت لك، واعمل لايك للفيديو. لو عايز تستفسر عن اي حاجه اكتب لي في تعليق وانا هرد عليك في الحال. مكان سلاح، اي حاجه عايز تستفسر عليها هبعت لك الفيديو تشوفه وتعمل المهمه. اي حاجه عايز تعرفها مش عارفها محتار فيها ابعت لي في تعليق. تعالوا معايا يلا هنخرج بره دلوقتي اهو وهوريكم ازاي تغيروا الشخصيه. ودلوقتي جينا لوقت الجد اهو يا جماعه، هوريكم ازاي تغيروا شخصيتكم بكل سهوله. اول حاجه هتعملوها في حاجه اسمها الاعدادات، جنب الاعدادات الموسم اهو، الموسم وجنب الموسم في حاجة اسمها ورشة العمل. أول حاجة بعد ورشة العمل تصنيع الأسلحة، الرفاق، مركبة أو مركبة، الشخصية أهي، الشخصية اللي في النص أهي أهو، دي الشخصيات اللي عندي أهي. أول حاجة أنا بلعب بشخصية سارة طبعا، لو عايز أبدل أجيب الشخصية دي أهو، هدوس استخدام أهو، هخرج بره ألاقي نفسي اتغيرت. طيب أهو تاني مرة الشخصية أهو سارة، ودي الشخصية دي كمان أهي. لو عايز اجيب اي شخصية من دول والعب بيها بلعب بيها، هفضل امشي كده لحد ما الاقي شخصية تانية قدامي اهي. دي شخصية يا جماعة مش مشتريها ومش عندي، وادي كمان شخصية اهي، دي انا مش مشتريها. طب انا عايز اشتريها اعمل ايه؟ اول حاجة هدوس على الشراء، لو هيقول لك اهوت لا يوجد ما يكفي منيو سي، يعني لازم يكون تكون شاحن عشان خاطر تجيب الشخصية دي عشان تجيبها يعني، او يكون معاك 545 يو سي. مجرد ما تدوس على كلمة شراء هيقول لك موافق، هتلاقي نفسك اشتريت الشخصية وخلاص. هي حاجة بسيطة جدا 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 ومش مستاهلة أي كلام خالص، هي سهلة وبسيطة. طبعا اهوت دي برضو حاجات ممكن تشتريها، أصوات، رموز، حركات زي ما انتوا شايفين كده اهي، يعني الحركات دي ممكن تشتريها إذا ما كانتش عندك، بس هي طبعا عندي أهو. أدي الشخصية دي أهو، لو دي صورة طبعا زي ما احنا عارفين أهي، عندي ولا عندي اهو اهو، دي الشخصيات دي كلها عندي انا كنت مشتريها. اهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه واستفدت معانا يا ريت تدوس على الاشتراك، لو انت مش مشترك في القناه اشترك ودوس على اللايك، ولو انت عايز تستفسر عن اي حاجه تانية اكتب تعليق وانا هرد عليك في الحال. اهم حاجه زي ما قلت لك ما تنساش اشترك في القناه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.